يعني ايه بص؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا 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 في هندسة الصوت. اللي هيدخل الاستوديو وهيشوف الميكسرات الحقيقية بتاعت الاستوديو ديت، فيها ميزة في الميكسرات بصفة عامة، انك انت تقدر تاخد اوت من الميكسر من قناة معينة تدخله على جهاز من الاجهزة وترجع الاوت دوت تاني من الجهاز تدخله على الميكسر تاني في اي حتة. ممكن ترجعه على نفس القناة وممكن ترجعه في قناة تانية مخصوصة. بيسموا الموضوع دوت باص، يعني جاية من الاوتوبيس، اوتوبيس يعني بيب بيب. الميكسرات طبعا الالكتروني بتاعتنا اللي موجودة معنا على الشاشة وموجودة معنا في الاجهزة بتاعتنا والسوفت وير بتاعنا فيها الميزة دي، والميزة دي خطيرة جدا جدا جدا. تعالوا معنا نتعلم دلوقتي يعني ايه باص، انا بعمل بيه ايه ونعمله ازاي. فايدة الباص ايه بالظبط عندي انا هنا في السوفت وير دوت؟ تخيل ان عندك ميكسر بتاع استوديو، تخيل ان عندك ميكسر بتاع استوديو فيه مثلا 30-40 قناة شغالين في نفس الوقت للاصوات، كلهم شغالين مع بعض، ماشي. انت احتاجت ريفيرب للقناة الاولانية، واحتاجت ريفيرب للقناة التالتة والرابعة والخامسة والسابعة والعشرة، ويمكن كلهم محتاجين، كل واحد منهم محتاج درجة غير التاني، وانت عايز تشغلهم كلهم في نفس الوقت. حد فكر دلوقتي لو انت عندك استوديو بميكسر حقيقي هتعملها ازاي؟ ده انت محتاج 30 جهاز ريفيرب عشان تقدر تدخل لكل قناة الريفيرب المخصوص بتاعها، لان الريفيرب بتاع المطرب هيبقى غير الريفيرب بتاع الدرامز، هيبقى غير الريفيرب اللي بيحطه على الالات الموسيقية المختلفة، كل واحد ليه ظبطة مختلفة. فحاجة من اتنين، يا اما بتسجل مرة واحدة وتركب الافكت عليه وتطبع، وبعد ما تخلص ما تيجي تعمل الميكس بقى انت خلاص عملت كل حاجة متسجلة بالريفيرب بتاعها بالحاجة بتاعتها، يجي المطرب يقولك لا معلش اصل الأورج فيه ريفيرب على، او مهندس الصوت يقعد او الموزع يقولك الريفيرب بتاع الأورج عالي شوية، هيضطر يدخل تاني على الأورج ويطلع التراك بتاعه ويبقى كاتب هو عمل الريفيرب على الجهاز اللي عمله قد ايه، ركبه تاني على الجهاز ويوصله على الجهاز وياخد الدرجة بتاعت الريفيرب اللي هو عايزها ويرجعها تاني يعملها قناة تانية بالإفكت وبعدين يسمع التوتال. انت بتخيل العدد من الساعات اللي كان بيستعمل في حاجة زي كده لو انت مش هتستعمل استوديو ديجيتال زي اللي احنا عاملينه ده. دلوقتي بقى عندنا الميكسر موجود عندي على الجهاز الكمبيوتر، انا على طول مكنة الريفيرب دخلتها ودخلت على التراك اللي بعده مكنة تانية وعلى التراك اللي بعده مكنة تالتة، انا عندي خلاص ما المكنة دي مش حاجة يعني في ايدي، ده المكنة دي بقت سوفت وير دلوقتي، اضرب 10 سوفت وير ايه يعني؟ لا مش ايه يعني، تعرف بقى انك لو ضربت العشرة سوفت وير ده الكمبيوتر نفسه هيشد في شعره، البروسيسور بتاع الكمبيوتر هيقول لك انا خلاص اكتفيت، لان خلي بالك الحاجات دي بتسحب من طاقة البروسيسور او المعالج بتاع الكمبيوتر عشان يعمل عملية الديلي ديت، فانت ركب بقى عليهم كلهم ديليهات على 70-80 تراك، على ركب ريفيربات، على ركب ايكولايزرات، كل واحد منهم بقى معاه العدة بتاعته، كل واحد جاي معاه استوديو، طبعا الكمبيوتر هيقف مش هيشتغل، الكمبيوتر بتاعك هيهنج مش هيشتغل. فكانوا بيعملوا حيل ايه بالظبط زي بتاعه الاستوديو بتاعه زمان، بعد ما تدخل الريفيرب بتاعك تطبع التراك بالريفيرب بتاعه وتفصل التراك ده خالص بره الموضوع، بيسموه فريز، فالتراك بعد ما بيتجمد خلاص، بس انت خدت تراك لايف بالصوت الريفيرب عليه او الافكتات عليه خلاص. عشان افرض انت عملت الميكس بقى ولاحظت ان الريفيرب عالي على التراك دوت وعايز تقلله، هتضطر تفك الفريز دوت من على التراك دوت وتخش تشوف الزبطات بتاعته وتقلل الزبطة وترجع تجمده تاني يبقى فريز، بحيث يبقى الميكسر بتاع البروسيسور بتاع الاستوديو بيعالج التراكات من غير افكتات عشان يقدر يصمد معاك. قال لك في اختراع تاني بقى دلوقتي هنعمله اسمه الباص، اللي هو بالظبط بتاع الميكسر بتاع زمان، اللي انا بدخله حاجة تخش على افكت وترجع تاني. دي كنت بعملها ايه مثلا لما يبقى عندي 3-4 تركات محتاجين ريفيرب وهي هي نفس الدرجة وبتاع، بس انا ممكن اتحكم في الدرجة بتاعته من على الشانل نفسها، يعني بدخله على الريفيرب اعمل الريفيرب على الاخر وكل واحد ياخد حتة صغيرة، ده ياخد حتة كبيرة، ده ياخد وكذا، يبقى هو نوع ريفيرب واحد بس كل واحد بياخد حتة قده عشان يبقى كبير ولا يبقى قليل، كانت بتمشي.
واخد بالك؟ دلوقتي احنا عندنا دلوقتي انا ممكن نعمل نفس الحيلة ديت على الميكسر بتاع السوفت وير، وهنشوفها دلوقتي ونشوف نعمل الباص ازاي بكل سهولة بحيث نوفر طاقة البروسيسور بتاعي ده بان انا بستعمل عدد اقل من الافكتات احطهم على الباصات ديت، وبستغنى بقى ان انا 3 4 5 10 تراكات يدخلوا على باص واحد ياخدوا نصيبهم من الافكت ويرجع تاني من غير ما انا احمل التراك نفسه عليه افكت. نشوف مع بعض. دي الشاشة بتاعتي وانا عندي مشروع دلوقتي من المشروعات، ما هو الواحد بيبقى عنده مشروعات موسيقية كتير وبعد كده بيغير رأيه ويرجع تاني يعدلها ويعمل، فانت انا بحتفظ بيهم عندي في مكان ما وابتدي اعدل فيهم كل شوية لما تجيلي فكرة يعني. فعندي المشروع بتاعي دوت فيه شوية تراكات، واحد تراك بتاع الباس، واحد تراك للدرامز، وعامل ريتم ايقاع جيتار، وعامل سولو جيتار كده صغير. طب نسمع الحتة دي مع بعض. ده تراك الجيتار سولو، ده لما ادخل عليه بقية التراكات التانية. تراك عادي جدا، عامل عليه باك جراوند من الموسيقى الخلفية بواحد جيتار وبيز معاه ودرامز وحتة سولو صغيرة كده، فكرة موسيقية يعني. طيب نسمع كده الجيتار سولو وحد يقول لي الجيتار ده عليه افكتات ولا ناشف. واضح جدا ان الجيتار نقي، مفيش صوت جيتار الكتريك، عادي جدا مفيش اي تأثيرات عليه. انا دلوقتي هعمل باص بحيث ادخل على الباص ده احط عليه تأثيرات ريفيرب مثلا، وهستعمل الريفيرب ده كمان مع الباك جراوند بتاع الجيتار بس بدرجتين مختلفتين، وهستعمله كمان مع تراك السولو بتاع الجيتار. فانا هستعمل تأثير واحد بس هيخبط لي في تراكين مع بعض، وانا كده هوفر بدل ما احط على التراك ده وتريفيرب وعلى التراك ده كمان ريفيرب، هحطه على تراك واحد على باص واحد وادخل عليه التراكين دول. نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجه ان انا السوفت وير اللي عندي ده على فكره اسمه لوجيك برو، ده بيشتغل على الماك وكده، بس على فكره انت ممكن الباصات ديت موجوده في اي سوفت وير بتاع استوديو، يعني هتلاقيها في الكيوبيز وهتلاقيها في البرو تولز وهتلاقيها في الابلتون لايف وهتلاقيها في الكيك ووك والسونار، كل دول بيشغلوا موضوع الباص ده لان ده مهم جدا. شوف حتى الكلمه بتاعتها سندز يعني ابعت، هتبعت فين وهيرجع لك تاني، بتبعته ويرجع لك. السوفت وير بتاعي سهل جدا لدرجه ان انا بختار من القايمه هنا نو سند، يعني مش هبعت في اي حته، بس لو انا اخترت باص بيروح كاتب لي باص 1 باص 2 باص 3 4 20، عندي 32 باص ممكن استعملهم، 33 64 65 يعني عندي 256 باص ممكن ادخل عليهم ادخل 256 افكت. طبعا ما يعني مش متخيل نفسي ان انا استعمل 256 افكت في وقت واحد، هيجننوني مثلا يعني. فهدوس باص واحد، بمجرد ما ادوس باص واحد راح عمل لي هو خانه اوتوماتيك اسمها اوكسيلري 1، او الخانه بتاعتي اللي انا اقدر احط عليها الحاجات بتاعتي، هيدخل لها التراكات بتاعتي وتطلع من الناحيه الثانيه ترجع تاني على الميكس بتاعي من الاضافه للتراكات بتاعتي اللي موجوده دي. طيب انا هحط على الاوكسيلري ديت او الحته اللي هي بتاعتي بتاعت التراك الفاضي دوت اللي اتعمل لي جديد، هحط حاجه اسمها مثلا ريفيرب. نشوف انواع الريفيرب اللي عندي ايه. مثلا الريفيربات اللي عندي انا بفضل السبيس ديزاينر ده، انا معجب بيه يعني بصراحه، وانا بختار من الفاكتوري ديفولت بتاعه مثلا ميديوم سبيسز، خليها روم ولا هول، خليها هول مثلا، نايس هول. نسمع الحته بتاعتنا. ايه ده انت بتضحك علينا يا عم؟ ده مفيش حاجه. مفيش حاجه ليه؟ لان انا عندي دلوقتي المفتاح بتاعي بتاع الباص هنا على التراك بتاعي مقفول،
كل ما هفتح منه هيزود من الصوت اللي جاي معايا من التراك بتاع الريفيرب اللي انا حاطته. نسمع سوا. ازود اهو. كده على الاخر خالص. هو السبيس ديزاينر دوت، واخد بالك؟ انا هكتب عليه دوت ريفيرب الجيتار. جي ريفيرب. خلاص؟ فجي ريفيرب ده معناه الريفيرب بتاع الجيتار بتاعي. بص بقى عندي في الايقاع ده التراك بتاعي بتاع ايقاع الجيتار، نسمعه لوحده كده. مش هشغل معاه التاني. يعني في سنة ريفيرب. تخيل بقى لو انا جيت زودت على الباس بتاعي، عايز انا ادخل عليه الباس بتاعي بتاع الريفيرب دوت، عشان بس هاخد حته صغيره قوي من الريفيرب، يعني مش هخليه عايم قوي، لان التراكات بتاعه الباك جراوند لما بتاخد ريفيرب عالي بتعوم مني، فتخلي الميكس بتاعي مش مظبوط يعني. فانا هاخد مثلا الباس بتاعي، شوف اول باس عندي بقى مكتوب عليه ايه، بقى مكتوب عليه جي ريفيرب، جيتار ريفيرب، يعني هو خد الاسم بتاعي، يعني هو الباص بتاعي متسجل موجود عنده، انا مش محتاج اخد اي باص تاني، هو الباص الاولاني هو هيخش معايا على الريفيرب دوت. نسمع كده مع بعض. ده عايم على الاخر طبعا. فانا خدت حوالي الدرجه ديت مثلا، حوالي مثلا تلت او يمكن اقل من التلت شويه، حوالي ربع مثلا، من بتون الربع والتلت مثلا في الباص دوت، بس خدت حوالي 60-70% في السولو مثلا، 60-70%. نسمع الاثنين بقى مع بعض. حلوة جدا، استعملت بيها جهاز واحد بتاع ريفيرب مع تراكين مختلفين. انت متخيل ان في الحقيقة احنا بنعمل الباصات ديت، عشان فعلا انا ما عنديش غير ريفيرب واحد في الاستوديو مكنة، فمضطر ادخل عليها كل التراكات وباخد من كل تراك حتة صغيرة او حتة كبيرة على حسب ما انا محتاج. كل ما كان عندك طبعا اجهزة كتير في الاستوديو كل ما هتبقى افضل، لانك انت تقدر تستعمل ريفيرب بمكنة الريفيرب دي مثلا مع التراكين تلاتة دول، المكنة التانية مع التراكات التلاتة اربعة اللي جايين دول. فكل ما كان الاستوديو عنده اجهزة من ديت كتير كل ما كان احسن، بس في نفس الوقت اغلى، وفي نفس الوقت محتاجين توصيلات ومحتاجين مكان، والجهاز يعطل يوديه الصيانه ويرجع يجيب واحد تاني. اوه، عشان كده الاستوديوهات كانت بتكلف كتير جدا زمان. دلوقتي في العصر الديجيتال اللي احنا عايزينه دوت، هو سوفت وير انا بركبه على تراك واثنين وثلاثه، اللي بيمنعني بس ان قدرات البروسيسور بتاعتي، قدرات الكمبيوتر بتاعي مش هيستحمل ياخد كل الاجهزه دي في وقت واحد، فانا بختصر ان انا باخد كل 3 4 كل 10 على حسب انواع طبعا الالات الموسيقيه او الاصوات اللي انا بسجلها، وادخلها على تراك باص واحد يعالج لي الافكتات اللي انا شايفها ديت. وزي ما احنا شايفين انا مستعمل باص 1 مع تراكين، واخد بالك، وفي نفس الوقت الباص 1 دوت علي الجهاز بتاعي بتاع الريفيرب دوت. انا عملت نموذج على اربع تراكات، انت متخيل انت لما يبقى عندك 70-80 تراك هتبقى هتعمل ايه؟ طبعا ده هيبقى منقذ لمهندس الصوت ان هو لايف يقدر يعدل في حاجات كتيرة خاصة بالتراكات والافكتات لايف، لما يبقى شغالين كلهم مع بعض بدون تضييع وقت، وانه يجمد التراكات ويرجعها من التجميد تاني من الفريزر وبتاع
فايه الموضوع دلوقتي وفر له وقت كتير جدا وخلاك تركز في ازاي تطلع كواليتي الصوت كويس. خلي بالك من الحلقه دي مهمه جدا. كل الميكسات بتاعت اليومين دول، كل الميكسات بتاعت العصر اللي احنا فيه ده بتشتغل بالباصات، فحاول تركز بالظبط هتعمل الباص ازاي عندك في السوفت وير بتاعك، وهو من اسهل ما يمكن، وتستعمله ازاي باقصى طريقه تخلي الكمبيوتر بتاعك يتجاوب معاك ويستحمل اللي انت هتعمله معاه في الميكس بتاعك دوت. اتمنى اننا نكون وضحنا فكره الباص واللي هنستعمله كتير جدا في الميكسات بتاعتنا، ولما نيجي ندخل في مرحله الميكس بتاعنا ما بين الالات المختلفه هنستعمل الباص ده بطريقه طبيعيه جدا. فركز مع الحلقه ديت وحاول تهضمها كويس عشان دي هتنفعنا بعد كده لما نخش في ازاي نعمل ميكس ونوضبه عشان ندخله مرحله الماسترنج بعد كده. واشوفكم الحلقه الجايه.